نذكر مشاهدينا الكرام بالخبر الذي جاءنا من شؤون هجن الشحانية، وهو اعتزال الجزيرة لميادين السباقات. كما نذكر أيضا بأن هناك مسيرة سوف تكون للمعجزة، سوف تكون للأسطورة الكبيرة بعد ختام الأشواط والتتويج، سوف تكون من المنصة إلى ميدان 4 كيلومترات. دعوة للجماهير، دعوة للعشاق، من أسرتهم الجزيرة بأدائها الاستثنائي. آخر رموز المساء، شوط الزمول العمانيات والخنجر الذهبي. وأرحب بالزميل والأخ الصديق مطلق بن علي العنزي معلقا على شوط الذهب. شكرا للأستاذ سعد بن مطلع العتيبي. أيها الإخوة المتابعون، حفلنا الكريم مشاهدينا في كل مكان في هذا اليوم الاستثنائي الخاص، في هذا اليوم الذهبي، في هذا اليوم الشحاني، حيث تابعنا الأشواط الرئيسية في هذا اليوم، تابعنا المعجزة النادرة التي حضرت كعادتها. لم تغيب هذه المعجزة لعشاق هذا الشعار الكبير. أيضا ينطلق هذا الشوط إخواني المتابعين، شوطنا الرابع، الرمز الغالي، أيضا رمز الزمول العمانيات، الخنجر الذهبي الذي ينتظر أحد هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة والحاضرة هذا اليوم. ننطلق مع المركز الأول، المركز الأول الواعي، على المركز الأول بشعار هجن الشحانية ينطلق في المركز الأول حمد بن علي بن حلفان المري. في المتابعة في التضمير ينطلق مرافقا المركز الأول، المركز الثاني، المركز الثاني ظبيان، على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية يقود ظبيان محمد بن خالد العطية الذي حقق في أشوط الماضي مع سحابة ناموسا ورمزا غاليا أهداه لعشاق هذا الشعار الكبير. المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث، يتواجد عالي على المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، أحد شعارات ضيوفنا وإخواننا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الصادق فضل الأمين، يتابع انطلاقة عالي على المركز الثالث. المركز الرابع، وجود زناد على المركز الرابع لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تابع زناد في عملية التضمير، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. مركزنا الخامس مسيان، يصل على المركز الخامس منطلقا مندفعا بشعار هجن الشحانية، ينطلق مرشحا أيضا لهذا الشوط، يقوده سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة، وهذا هو ختام ندائنا الأول مع مسيان الحاضر المنطلق بهذا الشعار الأدعم الكبير، من حقق 3 رموز مسائية في هذا اليوم، هذا الشعار الكبير، شعار هجن الشحانية، حققها مع السيف الأول مع الجزيرة، وحضر مبعد في الخنجر الفضي الذهبي الخاص بالزمول مع سالم بن فاران المري، وسحاب في شوطنا الماضي، وهذا هو رابع أشواط هذا المساء. يا سلام، عودة إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الواعي على المركز الأول، هجن الشحانية بقيادة حمد بن علي بن حلفان المري. هذا هو الشعار الأدعم، يحضر دائما في الأشواط الرئيسية، يحلق دائما مع الذهب، مع الذهب، 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 الذهب الغالي، المهرجان الغالي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، كان ختامها ذهبيا شحانيا ناموسا قطريا خالصا 100%. في هذا اليوم تهانينا
عشاق ومحبي هذا الشعار الأدعم الكبير على تحقيق ثلاثة رموز من أصل أربعة رموز. وأيضا هذا هو الشوط الأخير في هذا المهرجان الكبير. رمزنا الرابع إلى أين؟ إلى أين رمزنا الرابع؟ الخنجر الذهبي، الخنجر الذهبي، بالإضافة إلى الرنج روفر، بانتظار أحد هذه الأسماء وأحد هذه الشعارات العملاقة. يا سلام، الجزيرة أمتعتنا اليوم، ريحتنا الجزيرة اليوم، ريحت الجمهور، طمأنت الجمهور الشحانية، وأبقت السيف شحاني، سيف شحاني مع هذا المساء. وذهبت الجزيرة، راحت الجزيرة، اعتزلت الجزيرة، تمر الليالي والشهور ولا أرى، جنوني بها يزداد إلا تماديا، فأشهد عند الله إني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها لي. هذه الجزيرة، الجزيرة التي حققت الذهب، حققت السيف في هذا اليوم. المركز الأول، لا زالت القيادة شحانية مع هذا التقدم، مع هذا التقدم المميز، مع الواعي على المركز الأول. هجن الشحانية بقيادة المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، يطمح في تحقيق رمز آخر بعد أن حقق سلطان الوهيبي، الرمز المفتوح وسالم بن فاران ومحمد بن خالد العطية. هذا هو مضمر لا يستهان فيه. حمد بن علي بن حلفان المري يتابع هذا الاسم، يطمح في تحقيق رمز في هذا المهرجان الكبير. المركز الثاني، ظبيان على المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث، عالي على المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين في المتابعة. رابعا يصل في هذا التقدم مغذي لهجن العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الحاضر في هذا المهرجان مشرفا حاضرا متابعا لانطلاقات سيف أمير البلاد المفدى وختاميه. يتابع مغذي حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. المركز الخامس، نتابع المركز الخامس. هنا على المركز الخامس ينطلق اسم جديد وينضم في هذه اللحظة، مسيان لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من حقق الذهب اليوم؟ من حقق الذهب مع الجزيرة؟ مع الجزيرة، يا سلامي عليك يا أبو محمد. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي أحد عمالقة التضمير، أحد عمالقة التضمير في هذا، في هذا المهرجان. العودة إلى مجريات شوطنا، إلى مجريات شوطنا. 3 كيلومترات أخيرة عن خط النهاية وعن الخنجر الذهبي للزمول العمانيات. رمز غالي ينتظر، ينتظر أحد الشعارات العملاقة، شعار هجن الشحانية، شعار الرياسة، شعار العاصفة، شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان. هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة، ولا ننسى أيضا شعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني الحاضر في هذا الشوط، نتمنى له التوفيق. يا سلام، الخنجر اقترب. المنصة، 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 كدنا أن نصل المنصة في هذا، في هذا الانطلاق السريع مع هذه الزمول. الله، الواعي على المركز الأول لوحده في مقدمة الشوط، محلقا مندفعا مع الشعار الأدعم الكبير. هل سيحقق الذهب كما حقق شعار هجن الشحانية هذه الرموز الغالية الذهبية؟ يا سلام، المركز الثاني، مسيان على المركز الثاني ينطلق بشعار هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المتابعة والتضمير. المركز الثالث،
المركز الثالث، من يتقدم؟ من يحضر؟ من ينطلق في هذا الصراع وهذا النزاع؟ هذا هو ظبيان لهجر الشحانية بمتابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يصل في هذا التقدم شعار هجن العاصفة مع عالي لهجن العاصفة حمد بن راشد بن حد بن غدير الكتبي في المتابعة والتضمير، ويتقدم شعار هجن الرياسة مع لافي على المركز الخامس هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي في المتابعة والتضمير، وكدنا أن نصل للخنجر، الخنجر الكوع الأخير، بانت المنصة، بان الخنجر، الخنجر الذهبي البن حلفان مع مقدمة الشوط، مبدع المضمرين، يقود الواعي على المركز الأول، يقوده في مقدمة الشوط، ينطلق مع الواعي لهجر الشحانية، هذا هو الواعي، انطلق حمد بن علي بن حلفان، يا سلام، هذه لوحة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، إنتاج أم الزبار، هذا هو الإنتاج وإلا فلا، هذا هو الإنتاج، إنتاج قطري 100%، هذا هو الإنتاج، ينطلق الواعي أحد السلالات الغنية عن التعريف، هذا هو الخنجر، ينتظر الواعي، اقتربنا من الختام، ختامها مسك مع الواعي، الواعي الواعي الواعي، سلالة الواعي، ولد الواعي ينطلق، روح يا ابن حلفان روح، وعدت وأوفيت يا ابن حلفان، هذا هو الخنجر الذهبي مع هذا الفوز مع ابن حلفان، الله، سلام للشحانية، سلام لقطر، سلام لمعشاقي ومحبي هذا الشعار الكبير، هذا هو الواعي، الواعي الواعي الواعي، سلام بن حلفان، هذا هو الواعي، يحقق الذهب، وأيضا نهني هجر الشحانية، ونهني المضمرين الأربعة، سلطان الوهيبي، سالم بن فاران، محمد بن خالد العطية، وها هو بن حلفان، يحقق الرمز الرابع مع هذا المهرجان الختامي الكبير، سلام شحاني سلام، والخنجر الذهبي يبقى مع الواعي مع شعار هجن الشحانية، تهانينا وناموس المركز الثاني مسيان لهجن الشحانية، المركز الثالث للطام لهجن الشحانية، المركز الرابع هجن الشحانية، المركز الخامس ازناد لهجن الرياسة، تهانينا والناموس اليوم، والموقف عظيم، ما عاد في الدعوة كلام، فعل الجزيرة في الصميم، لا القطر تدي السلام، تزهى على اسمك يا تميم، شيخ الله العليا مرام، مجد على مجد مقيم، تفرح بهم لا جزع. إذن مشاهدينا ومتابعينا